طيب، ملخص اليوم يوم عادي جدا، ولكن الملاحظات في هذا اليوم عودة النشاط والحياة تدب مرة أخرى في قرية البزنس 3، والسبب عودة الركن راكان السلي، عصرية مميزة يعني قام بها راكان السلي، توجت بحصوله على شيك الإنقاذ لهذا الأسبوع. يعني راكان الآن بمنأى عن البرايم، تستحق الركن، انتقدناك كثير لكن أنت كنت بالموعد، وحصولك على الشيك تتويج لما قدمته اليوم في العصرية. شكرا راكان، نبيك دائما كذا مع زملائك، نبي هذه الحياة، نبي هذا الشغف، نبي هذا الريالتي العالي. أيضا من يعني النقاط الأساسية جلسة ابن ملحم، هذا راكان حصل على شيك انقاذ، شيك انقاذ يعني ما يدخل برايم، يريح جمهور.